أهلا بكم في فقرتنا من مقالات الصحف لهذا اليوم. نبدأ جولتنا من مجلة USA Today التي تتناول تأثير تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة والسباق بين الرئيس دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. فتقول: قبل 6 أشهر من يوم الانتخابات يبدو أن تفشي كورونا قد فعل ما لم تفعله المساءلة التي خضع لها الرئيس ترامب أمام الكونغرس، حيث أدى الوباء إلى تقدم جو بايدن في استطلاعات الرأي الخاصة بالحملة الانتخابية لهذا العام. وتضيف المجلة وتفصل في الأرقام المتعلقة بالاستطلاع الذي يظهر تقدم بايدن على ترامب، فتقول: يظهر استطلاع للرأي أجرته USA Today مع جامعة سافولك أن نائب الرئيس السابق يتقدم على الرئيس الحالي ترامب بواقع 44% مقابل 38%، أي بفارق 6%، وهو تغير عن الوضع السابق الذي كان فيه ترامب يتقدم على بايدن ب 3% وفق استطلاع رأي أجري وقت مساءلته. وتعلق المجلة على بعض حيثيات هذا التبدل في آراء الناخبين الأمريكيين، فتقول: تبرز نتائج الاستطلاع حجم التحدي الذي يشكله تفشي الوباء على وضع الرئيس السياسي الذي أثبت استقراره أثناء تحقيقات في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وخلال المساءلة التي خضع لها أمام الكونغرس بسبب قضية أوكرانيا وغيرها من القضايا الأخرى. وتسترسل المجلة في تشخيص الوضع الانتخابي الخطر الذي يتعرض له ترامب بسبب وباء كورونا، فتقول: يبدو أن وضع ترامب الآن مهدد أمام الأسئلة التي تحيط به بشأن استجابته واستجابة إدارته لتفشي الوباء الذي أدى إلى وفاة نحو 55 ألف أمريكي وإصابة زهاء مليون آخرين وشل اقتصاد البلاد. فقرتنا التالية نتحول إلى صحيفة الجارديان البريطانية التي تتناول تقريراً حصرياً يتعلق بتحذير وجهه عدد من أبرز العلماء في مجال الحياة البرية من تبعات تدمير الطبيعة التي قد تحمل أوبئة مدمرة جديدة، فتقول: وجه عدد من كبار علماء الحياة البرية تحذيراً يدعون فيه إلى وقف تدمير الطبيعة والحياة البرية، وإلا فإن البشر سيواجهون أوبئة أسوأ من وباء كورونا. وقالوا إن البشر هم المسؤولون وحدهم عن وباء كورونا. الأوبئة التي انتشرت مؤخراً هي نتيجة لنشاط البشر، لا سيما بسبب النظامين المالي والاقتصادي العالميين اللذين يقدمان النمو الاقتصادي فوق أي شيء آخر مهما كان الثمن. وتفصل الصحيفة بشأن هذا التقييم الجديد الذي نشر مقال منه ويجري إعداده، فتنقل عن كاتبه وهو الدكتور بيتر دازات قوله: القطع الجائر لأشجار الغابات والتوسع الزراعي غير المنظم والزراعة المكثفة ونمو البنية التحتية واستخراج الفلزات من المناجم فضلاً عن استغلال أشكال الحياة البرية، كل هذه الأنشطة البشرية قد أوجدت العاصفة المثلى لإثارة ونشر الأوبئة. يضاف إلى ذلك توسع المدن والنمو الانفجاري للسفر جواً، كل ذلك جعل فيروساً غير ضار في الوطاويط الآسيوية يسبب معاناة كبيرة للبشر ويوقف اقتصادات ويشل مجتمعات في أنحاء العالم. ويحذر هؤلاء العلماء من الأسوأ فيقولون: الأوبئة المستقبلية ستحدث على الأرجح بوتيرة أكثر اعتيادية وتنتشر بسرعة أكبر، وسيكون لها تأثير اقتصادي أعظم،
وستقتل عدداً أكبر من الناس إن لم نلتزم أقصى درجات الحذر بشأن التأثيرات المحتملة للخيارات التي نتخذها كبشر اليوم. ننتقل إلى مجلة تايم الأمريكية التي خصصت ملفاً لاسم أصبح تحت الأضواء في كوريا الشمالية وتساءلت هل يمكن لشقيقة كيم جونغ أون أن تقود هذه الدولة النووية؟ فتقول وسط العتمة المعتدة التي تلف كوريا الشمالية يظهر اسم واحد وسط ضباب من الأسئلة التي يطرحها المحللون عمن يمكنه أن يقود هذه الدولة المغلقة التي تمتلك السلاح النووي إنها كيم يو جونغ. إنها الأخت الصغرى لكيم جونغ أون التي يمكن حسب المراقبين أن تكون الخيار الأرجح. ومع ذلك فإن التكهنات تثير سؤالا كبيرا آخر، هل يمكن لامرأة حتى وإن كانت أخت الزعيم الحالي أن تقود كوريا الشمالية؟ تتحدث مجلة تايم عن ظروف اختفاء الزعيم الكوري الشمالي في فترة أجرت خلالها بيونغ يانغ تجارب صاروخية عديدة وأنكرت خلالها وجود وباء كورونا في البلاد، فتقول يبدو أنه لا توجد خطة رسمية لتداول السلطة في كوريا الشمالية، لكن حتى الآن إذا عاد كيم جونغ أون للظهور صحيح البدن من جديد في المستقبل القريب فسوف يستمر الاهتمام بكيم يو جونغ وبالآخرين المرشحين لخلافته. كيم يو جونغ اكتسبت اهتماما دوليا منذ أن سلطت الأضواء عليها عندما حضرت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2018، ولما شهدت أيضا مع شقيقتها في قمة فيتنام مع الرئيس دونالد ترامب في فبراير 2019. بهذا نصل لنهاية فقرة صحافة بريس لهذا اليوم، عودة إلى بقية الأخبار مع إيمان.